نعم يخالف من شيخ المصحف. هناك صور يظنها بعض الناس من تفجير المصحف احترامه وليست كذلك، مثل هذه القضية نحلف عليه، نعم. ومثل أن يبرز في آيات على الجدران، ومثل أن يجعل في ساعات التنبيه العذاب، هل يعد هذا امتهانا أو تكريما؟ كل هذا من العبث بكتاب الله عز وجل ومن امتهانه وابتذاله. الواجب أن يبقى القرآن في المصحف أو محفوظا في الصدور، وأما أنه يكتب في لوحات أو في ساعات أو يكتب في آلات، على آلات مثل الساعة أو مثل سائر الآلات أو على السيارات أو على الجدران، وكل هذا من العبث بكتاب الله عز وجل، فيجب صيانة كتاب الله عن هذه الأمور. نعم.